Right. Enjoy learning English online. Bring it on. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. معكم كريم من قناة سورايت لتعلم اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفعل the verb، الفعل في اللغة الإنجليزية. اتفقنا في الحلقات اللي فاتت إن الجملة لازم تبتدي ب subject وبعد كده verb. طيب عشان أكون فعل صحيح في الجملة الإنجليزية لازم أراعي نقطتين مهمين أوي. number one، the verb must follow the subject، إن الفعل لازم يتبع الفاعل. هيتبعه في ايه؟ ان يعني لو الفاعل مفرد الفاعل هيكون ليه شكل، ولو كان الفاعل جمع الفاعل هيكون ليه شكل تاني، فعشان كده بنقول لازم يتبعه. number 2، it must be in a tense، لازم يكون في زمن. طب ايه هي الازمنة اللي في اللغة الانجليزية؟ there are 12 different tenses in English، عندي 12 نوع مختلف من الازمنة. في العربي انا عندي 3 انواع اساسيه اللي هي المضارع والماضي والمستقبل، بنقول عليهم بالانجليزي present past future. ما تنطربش بقى ان احنا عندنا 12 فعل في اللغه الانجليزيه، لانهم بيعتمدوا على الثلاث انواع الاساسيين دول، وتحت كل نوع بيندرج 4 انواع تانيين. يعني نشوف كده. number 1 present، في عندي present simple، في present continuous، في present perfect، في present perfect continuous. ترجمتهم زي ما احنا عارفينهم present simple اللي هو المضارع البسيط، present continuous بنقول عليه مضارع مستمر، present perfect بنقول عليه مضارع تام، present perfect continuous بنقول عليه مضارع تام مستمر. زي بالكلام ده بقى زي في الماضي وفي المستقبل. فعندي past هيبقى في past simple، past continuous، past perfect، past perfect continuous. future نفس الكلام، هيبقى future simple، future continuous، future perfect، future perfect continuous. بس انا عايزك لما تيجي تتعامل معهم او تذاكرهم ما تذاكرهمش بالترتيب ده. امال اذاكرهم ازاي؟ خلي simple لوحده والcontinuous في الثلاث انواع لوحده والperfect في الثلاث انواع لوحده، وكذلك اخر اللي هو perfect continuous لوحده. يعني الكلام ده ناخد امثله علشان اوضحها لكم اكتر. هناخد مثال مع فعل واحد ونشوفه بيتغير ازاي مع الازمنه دي كلها. لو خدنا مثلا play هنشوفه في present simple هيكون شكله ايه؟ هيكون يا اما play زي ما هو يا اما plays ازود له s. طيب في past simple هن ايه؟ هينزعها بقى التصريف الثاني للفعل. يعني ايه التصريف الثاني للفعل؟ بزود له ed. في طبعا حالات تانية بس مش وقته نتكلم عليها النهارده، فهيبقى play played. طيب future simple هيزود له will او shall، هيبقى will play يا shall play. طيب في الكونتينوس بقى في الثلاث أزمنة، present continuous هيبقى am playing أو is playing أو are playing، حاجة من الثلاثة دول. وزي ما اتفقنا قدام هنشرح أكتر إمتى دي وإمتى دي وإمتى دي. طيب past continuous هيبقى حاجة من الاثنين، يا was playing يا were playing. طيب في future continuous هيبقى حاجة واحدة بس، will be playing. طيب تعالى في perfect، في present perfect هيبقى has played أو have played. طب في الباست بيرفكت هيبقى had played. طيب في الفيوتشر بيرفكت هيبقى will have played. طيب في اخر نوع بقى اللي هو البيرفكت كونتينوس هيبقى في البريزنت بيرفكت كونتينوس هيبقى عندي has been playing او have been playing. طيب في الباست بيرفكت كونتينوس هيبقى had been playing. طيب في الفيوتشر بيرفكت كونتينوس هيبقى will have been playing. كده وصلنا لنهايه الحلقه. سامحوني لو طولت في الوقت وقصرت في المجهود. لو حابب تسألني عن شيء هكون سعيد لو تركته في التعليقات تحت، ولو استفدت من الشرح اتمنى تضغط لايك وشير للفيديو لو حابب ان غيرك استفاد. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.